تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء، ألتقيكم أنا المحامية رشا وهب، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج القانون والمجتمع. مشاهدينا، نص الدستور العراقي لعام 2005 على أن أو على الحق للمحافظة لمحافظة واحدة أو مجموعة محافظات بتكوين إقليم، هذا الإقليم يكون مستقل. فما هي صلاحيات هذه الأقاليم وكيفية تكوينها سيكون محور نقاشنا لهذا اليوم مع ضيفنا الخبير في القانون الدستوري الأستاذ الدكتور عبد الرحمن زيباري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ست رشا. نعم، نص الدستور العراقي لعام 2005 على الحق لمحافظة واحدة أو مجموعة محافظات بتكوين إقليم مستقل، فكيفية هذا الاستقلال أولا، كيف تعرف لنا هذا الاستقلال الذي نص عليه الدستور العراقي؟ نعم، شكرا جزيلا. الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بيّن طريقتين لتحويل محافظة إلى أقليم. أولا عن طريق ثلث من أعضاء مجلس المحافظة يطالبون بها، وعن طريق عشر من المواطنين الساكنين في المحافظة. طريقتين دستوريتين لتكوين الأقاليم، ولكن مع الأسف يعني هنالك محافظات مجالس المحافظة طالبت بتكوين أقليم وصوتت على أن تتحول إلى أقليم، ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة الاتحادية لم تستجيب لطلباتهم، مثل الأنبار وصلاح الدين والبصرة. لماذا؟ والسؤال حقيقة هنالك دمج يعني عمدي أو غير عمدي، هو واقعي، بين النظام اللامركزي والنظام المركزي السابق. النظام المركزي الذي أدى إلى الدكتاتورية هو نظام تم تبديله، ولكن هنالك قوى في الداخل العراقي سياسية ومعارضة ومقاومة أحيانا يحاولون إعادة العراق إلى المركزية الشديدة وإلى الدكتاتورية أيضا. لما قبل 2005 2003 2003 عفوا. نعم، فالسبب هو هذا السبب الأساسي. لكن هل ضمن القانون يعني عندما تطلب المحافظة، هو السؤال، أو لو أتينا إلى السؤال ليكون كيف أو من يحق له تكوين هذا الإقليم؟ أنت ذكرت في طريقتين، لكن من؟ هل يحق لكل المحافظات أم نص الدستور أو القانون على أن تكون بعض المحافظات مثلا الذي تجمعها قومية واحدة أو لغة واحدة أو ماذا؟ أو ديانة واحدة؟ لا، اللامركزية هي لامركزية إدارية ليست على أساس الدين أو القومية أو المذهب. الفيدرالية هي ليست على أساس ديني أو مذهبي أو قومي أو إثني أو عرقي، لا، ولكن واقع العراق هو واقع مع الأسف أصبح مذهبيا بالدرجة الأولى، وهو الصراع القومي بين الكرد والعرب وحتى التركمان في كركوك وبعض المناطق الأخرى هم جزء من الصراع القومي في العراق موجود، ولكن الصراع المذهبي بين الشيعة والسنة أصبح هو السائد وهو المؤثر على جميع الحقوق المدنية والسياسية الأخرى الموجودة في العراق كدولة اتحادية وفي الأقاليم الذي هو فقط أقليم واحد في الدولة الاتحادية العراقية، هو أقليم كردستان العراق. مع تأسيس الدستور كانت سلطاته موجودة ومثبتة منذ البداية، ولكن كان الطريق غير معبد أمام المحافظات الأخرى لتشكيل الأقاليم بشكل عمدي، طب من القوى السياسية النافذة وبأسباب مختلفة. يعني بعض مثلا في الأنبار كان التخوف من أن يكون الأنبار هي بحكم مساحتها الكبيرة يتخوفون أن
تتحول إلى أقليم، فمساحة الأنبار مساحة بقدر مساحة دولة مثل الأردن، وبقدر مساحة أكثر من 3-4 دول في الخليج، وفيها طاقات بشرية ومعادن وغاز وفوسفات كبير، فستستفاد من مواردها الداخلية، فمنعوها. يعني هو المنع على الأغلب يكون سياسي، فماذا عن القانون عندما ينص الدستور على حق المحافظة في تكوين إقليم؟ فهنا لن يكون انتهاك لهذا الدستور ولحق الإنسان أصلا؟ نعم، هنالك انتهاك. وفي الحقيقة المسألة الدستورية في أغلب الدساتير العالمية هي تتعلق بالرغبة الشعبية أكثر من الرغبة السياسية أو الرغبة المذهبية أو الرغبة الدينية. الرغبة الشعبية في المحافظة هو المعيار الحقيقي لتكوين الأقليم. إذا كانت الإرادة الشعبية والرغبة الشعبية متوفرة يجب أخذها بنظر الاعتبار. وأي حزب سياسي إذا يكون يعارض الرغبة الشعبية سيفشل في الانتخابات. إذا الرغبة الشعبية موجودة ترى من المناسب ومن المصلحة أن تتحول المحافظة إلى أقليم، أي حزب سياسي يعادي هذا الاتجاه سيفشل في الانتخابات، سيقولون هذا الحزب لا يصلح أن يكون ممثلا لنا. نعم، إذن تعتقد بأن الرغبة الشعبية غير موجودة بشكل جدي؟ وهل هذه الرغبة بسبب أنه يعتقد دائما الأقاليم معناها التقسيم، فهل الأقاليم معناها تقسيم الدولة؟ لا، الأقاليم لا تعني التقسيم أو الانفصال، هم يسمون الانفصال، هو لا تقسيم ولا انفصال حقيقة. نعم. لأن التقسيم والانفصال يتعارض وتعريف الفيدرالية. الفيدرالية تعني الاتحاد. الاتحاد. نعم. هو الفيدرالية، ما معنى الفيدرالية؟ الفيدرالية اتحاد رضائي دستوري. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي بأن الدولة العراقية هي دولة اتحادية فيدرالية. إيه صحيح. نعم. فعندما يعارضون الرغبة الشعبية ينتهكون الدستور ويعارضون الشعب، والرغبة الشعبية موجودة. نعم. ولكن تحتاج إلى نضال مدني دستوري سياسي وغير حكومي، المنظمات غير الحكومية NGO يجب أن تأخذ دورها أكبر، حتى المسألة عندما تدخل المنظمات غير الحكومية تكون حيادية أكثر، أو لا يحاربونهم السياسيون. فالسياسيون العراقيون هم في خلاف دائم، وليس في خلاف، في حروب وفي اجتثاث لبعض الأحزاب، وفي اجتثاث، هناك حقيقة اجتثاث رسمي واجتثاث فعلي بين الأحزاب المتصارعة على الحكم في العراق. يعني الاجتثاث الرسمي كان اجتثاث البعث الذي تحول إلى قانون المساءلة والعدالة، أما هناك اجتثاث فعلي في الواقع السياسي العراقي. حزب يقوم بمحاربة حزب آخر ويريد أن يقصيه، لا عن طريق صناديق الانتخابات، على يمارس القتل، الإرهاب، الاغتيال السياسي، الحرمان من بعض المزايا. هذه الأساليب هي أساليب غير دستورية وغير، وتعتبر اجتثاث فعلي، هو خلاف الاجتثاث الرسمي الدستوري القانوني. وحتى هنالك بعض الأحيان اجتثاث في داخل الحزب الواحد، شخص يحارب شخص، كتلة داخلية تحارب كتلة داخلية، كلها أنواع من الاجتثاثات الفعلية الحزبية الداخلية. فبالتالي تقصي شخصيات وتقصي أحزاب يعني عن الساحة. نعم، نعود إلى الاستقلالية التي ذكرها الدستور العراقي بأن يحق للمحافظة الواحدة أو مجموعة محافظات أو أكثر، أو بالتحديد أكثر، ما معنى كلمة أكثر هنا؟ هل يعني
محافظتين فقط أم من الممكن أن تصل إلى أي عدد من المحافظات لتصبح أقليم؟ وما هو الاستقلالي أو ما هي الاستقلالية التي ذكرها الدستور؟ هل هو الاستقلال التام أم ماذا؟ نعم، يتكون الأقليم من محافظتنا وأكثر. الأكثر في اللغة العربية هي في القاموس من 3 إلى 9، يعني من 3 إلى 9. نعم. هي مسألة عددية، فيجوز 9 محافظات أن تتكون في أقليم واحد. وكما ذكرنا ليس هنالك أساس ديني أو قومي أو إثني. نعم. فلا مانع أن تكون الأنبار والبصرة في أقليم واحد، ليس هناك مانع دستوري. أو الأنبار وأقليم كردستان يكون ضمن أقليم واحد، ليس هنالك مانع دستوري. نعم. تبقى الرغبة الشعبية، الاستفتاء، هل يقبلون أهالي الأنبار أن يكونوا في أقليم مع البصرة، أو أهالي البصرة يقبلون في استفتاء مع الأنبار؟ نعم. أو مع الناصرية أو مع النجف، يعني حسب الرغبة الشعبية. نعم. وحسب نتائج الاستفتاء. ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة الاتحادية لا تدفع الأمور بهذا، بتكوين الدولة الفيدرالية الحقيقية، وهي تعزز وهي يعني تكمل السيادة العراقية وليس سبب للتقسيم أو الانفصال. فالاستقلال يكون استقلال مالي وإداري فقط، وليس استقلال في السيادة الخارجية. السيادة الخارجية هي سيادة واحدة للعراق، سواء كانت الدولة فيدرالية أو غير فيدرالية. السيادة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عنها، خاصة السيادة الخارجية. أما السيادة الداخلية فهي الفيدرالية تعني كيفية التعامل مع السيادة الداخلية، هي ضمن السيادة الداخلية الفيدرالية، يعني إدارة الدولة داخليا وليس داخليا وليس خارجيا. فهذا خطأ يقولون عندما البصرة تصبح أقليم ستقوم إيران والسعودية والكويت بتقسيمها بالاستيلاء عليها. هذا توجه خاطئ. هي تبقى ضمن السيادة العراقية، لأن السيادة الخارجية هي سيادة واحدة لا تتجزأ في وجه جميع الدول، حتى في وجه إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أنا استغربت حقيقة. هي الدولة إما تكون 3 حالات، عن الدولة تكون إما دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، أو دولة تحت الاحتلال، أو دولة تحت الوصاية الدولية. لا يوجد دولة تقول ناقصة السيادة. هم إما تكون محتلة أو ذات سيادة كاملة، أو تكون تحت الوصاية الدولية. هذا في المفهوم القانوني. هو هذا مفهوم في القانون الدستوري والقانون الدولي. نعم. هذا في القانون الدستوري والقانون الدولي. أما دولة هي تعتبر نفسها دولة، ولكن هي ليست لا تقوم بمهام الدولة. لا تقوم بمهام الدولة. القائد العام للقوات المسلحة هو السيد مصطفى الكاظمي. لا يجوز لأي قوة في العراق أن تتحرك بدون إذن وموافقة رئيس الوزراء الذي هو في نفس الوقت القائد العام للقوات المسلحة. نعم. مثلا البيشمركة أو الحشد الشعبي أو أي قوة موجودة بشكل رسمي ضمن النظام الدفاع العراقي يجب أن تكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة. ولكن هنالك فصائل تتحرك أحيانا خلافا لإرادة القائد العام للقوات المسلحة في العراق، وهذا هنا سيؤثر على سيادة الدولة؟ طبعا هذا لا يؤثر على السيادة. هذا هو حقيقة. إذا رئيس الوزراء لا يقوم بتوقيفهم وزجهم في السجون، عليه تقديم الاستقالة. هي حالة من اثنتين، ليست حالة ثالثة. إما يقدم استقالته، يقول أنا لا أصلح أن أكون قائدا عام للقوات المسلحة، أو يقوم بزج هؤلاء في السجون. نعم. إذا تقصد أن يكون يعني لرئيس الوزراء حسب الدستور العراقي الذي يعتبر هو أيضا القائد العام للقوات المسلحة أن تكون له القوة في، أو هو من يعطي الأوامر العسكرية لأي قوة موجودة في العراق. ماذا عن
يعني هذه احنا تكلمنا عن كل هذا وتكلمنا عن الاقاليم وكيفيه تكوينها وما معنى الاستقلاليه في الاقاليم، فما هي اهميه الاقاليم؟ اريد ان تجيبني على هذا السؤال بالتحديد. اذا لماذا نطالب باقاليم؟ ما معنى ان نكون نظام فيدرالي؟ لماذا لا نكون نظام اخر؟ يعني اتمنى ان تجيب على هذا السؤال، لكن بعد هذا الفاصل. اذا مشاهدينا فاصل ونكمل معكم. نكمل معكم مشاهدينا وضيفنا الدكتور عبد الرحمن زيباري. نعم، بالنسبة إلى سؤالنا الذي سألناه قبل الفاصل، إذا ما أهمية الأقاليم في الدولة الواحدة؟ لماذا لا تكون يعني دولة مركزية؟ هو الدولة كانت بالأساس عمليا مركزية حقيقة، لأن حتى في الدستور العراقي المؤقت لسنة 70، الدستور الملغي، كان يقول العراق دولة ديمقراطية لا مركزية، لكن الدستور المكتوب شيء والعملي كان شيء آخر. لا نريد أن نكرر الخطأ الدستوري الذي ورد في الدستور العراقي المؤقت لسنة 70، وأن يتكرر أن تكون هنالك نصوص دستورية وفي على في وقائع العراقية منشور، وفي الواقع يكون هنالك تصرفات خلاف للدستور. أما لماذا المحافظات تطالب؟ هو نتيجة طبيعية للمحافظات تشعر بالإهمال، هي مهملة من قبل في النظام المركزي، مهملة ومهمشة، فلهذا يطالبون بأن تتحول إلى أقاليم حتى تعالج مسألة الإهمال والتهميش. البصرة، يعني إذا البصرة مهتم بها الحكومة الاتحادية والأنبار وصلاح الدين وجميع المحافظات ونينوى، فهي لا تفكر في الأقاليم، ولكن سياسة التهميش والإقصاء هي التي دفعتها إلى التفكير أن من مصلحتها وأن تتحول إلى أقليم، لأنها تقارن نفسها بأقليم كردستان العراق، فهم بحكم النزوح مئات الآلاف منهم أتوا إلى أقليم كردستان وكانوا يعملون في أقليم كردستان ويرون القانون والنظام والتطور العمراني والطرق الرئيسية الموجودة في أربيل والمحافظات الأخرى في أقليم كردستان، فبدأوا يقارنون بين محافظاتهم ومحافظات أقليم كردستان العراق، فولدت لديهم الرغبة في تشكيل الأقاليم. يعني من الممكن أن نقول أن التجربة الناجحة لإقليم كردستان وما وصلت إليه حكومة الإقليم جعلت الآخرين أيضا يفكرون في أجزاء أخرى من العراق، محافظات أخرى، بأن يخطو نفس الخطوة. فلو أصبحت هناك أقاليم أخرى في العراق، هل ستكون بهذا المستوى برأيك؟ إذا ما أهمية أن يكون الإقليم إقليما مستقلا أو المحافظة تصبح إقليم؟ هل سيزيد من تطورها العمراني والاجتماعي والسياسي؟ بالتأكيد سيكون هنالك انعكاس إيجابي على مستوى الخدمات وعلى المستوى الاستقلال المالي والإداري وعلى حتى على المستوى السياسي. فالبعض يفكر، يعني هنالك أحزاب سياسية منعت تشكيل الأقاليم لأسباب سياسية ولاستنتاجات خاطئة. مثلا عندما أصدرت مجلس محافظة صلاح الدين وقررت أن تتحول إلى أقليم، عارضها السيد نوري المالكي. السبب كان يقول إنها ستصبح ملاذا آمنا للبعثيين، وأنا باعتقادي أن تكون صلاح الدين والأنبار وأربيل ملاذا آمنا للبعثيين، هم عراقيين في البعثيين الذين هم خارج المساءلة والعدالة، خارج الاجتثاث وخارج المحاكمات التي الذين ارتكبوا جرائم، تستوعبهم الأقاليم العراقية الكردية والسنية، أفضل أن يتحولوا إلى أداة بيد الدول الأقليمية
للتآمر على كل العراق. فهذا الاستنتاج خاطئ. يجب استيعابهم ضمن مناطقهم ويشعرون بالأمان ضمن أقليمهم الخاص. أفضل أن يكون أداة بيد دول أقليمية قريبة أو بعيدة. نعم نعم. ما هو موقف المحكمة الاتحادية من تشكيل الأقاليم؟ المحكمة الاتحادية حقيقة أصدرت قرار بإلغاء المادة 14 من التي قضت بإلغاء مجالس المحافظات، وهي التي أعادت العمل بمجالس المحافظات. عندما تكون مجالس المحافظات موجودة تستطيع أن تتحرك نحو تشكيل الأقاليم، وبما أن المحكمة الاتحادية العليا هي التي كانت السبب في إعادة العمل في إلغاء المادة 14 التي ألغت مجالس المحافظات، فهي مع مجالس المحافظات وليست ضد هذا الاتجاه، خاصة المحكمة الجديدة التي تشكلت بعد التعديل الأخير قانون المحكمة الاتحادية العليا. نعم نعم. من الملاحظ لمن يقرأ الدستور العراقي يلاحظ بأن هناك خلط بين المركزية واللامركزية، كيف تكلمنا عن ذلك؟ هو العراق دولة لا مركزية دستوريا، نعم، ولكن ممارسة اللامركزية تختلف عن المركزية. يعني مثلا تكتفي أن نقول العراق يتكون من عاصمة وأقاليم، فهنا تصبح لا مركزية، ولا حاجة أن تكون ومحافظات غير منتظمة في أقليم وإدارات محلية، من عاصمة وأقاليم فقط. نعم. وحتى الأقاليم إذا كان هنالك محافظات يجب أن يكون القانون التي تنظم الأقاليم مستقل عن القانون الذي ينظم المحافظات غير المنتظمة في أقليم، وليست اثنين في قانون واحد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأقاليم مركزها الدستوري تختلف عن المركز الدستوري الانتقالي للمحافظات الذي تروم أن تتحول إلى محافظة غير منتظمة في أقليم. فلا يوجد لا في سويسرا ولا في الولايات المتحدة ولا في الإمارات العربية، كلها دول دستورية، محافظات غير منتظمة في أقليم. لأنه غير منتظمة في أقليم. هل هنالك ولايات؟ نعم، معناها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. إما هي ولاية هي ولاية لها الحق مثل الولايات الأخرى، ولا توجد ولاية غير منتظمة في ولاية، محافظة غير منتظمة في ولاية. نعم. لا توجد في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أعرق نظام فيدرالي في العالم. نعم. إذا عندما نقول يعني محافظات غير منتظمة بأقاليم معناها المركزية، معناها هي تابعة لبغداد أو للعاصمة. يعني بدلا من أن حاولت بعض المحافظات كما ذكرت البصرة، الأنبار، صلاح الدين، أن تتحول وترغب أن تتحول إلى النظام الفيدرالي وتستفيد من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها، ولكن هنالك عائق لعودتهم إلى المركزية الشديدة، لا بسبب، يقولون بسبب وحدة العراق. والله وحدة العراق تكون في خطر عندما يرفضون تشكيل الأقاليم، ونبهنا ذلك في مقالنا في الفيدرالية وأعمال السيادة في سنة 2004. نعم نعم. هنا يعني تكلمنا نحن عن تشكيلها في العراق والخلط الموجود في الدستور بين اللامركزية والمركزية، ماذا عن التجارب التي نلاحظها؟ مثلا تجربة قريبة هي الإمارات العربية المتحدة، هي مجموعة إمارات. نعم. سويسرا. نعم. كانتونات. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الدول التي نذكرها هي جميعها يعني دول متطورة ودول يعني نلاحظ تقدمها بشكل كبير، فكيف تقرأ لنا تجربة هؤلاء؟ والله التجارب الفيدرالية التي أشرت إليها نأخذ من كل تجربة يعني جانب إيجابي منها. يعني نأخذ تجربة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها دولة عربية ومسلمة قريبة من العراق ودولة ناجحة قياسا على الدول الأخرى، ونأخذ من الفيدرالية مثلا السويسرية الكانتونات، نظامها الكانتونات التي هي عدة أقاليم وعدة لغات، هي الألمانية والفرنسية والإيطالية، هي ليست لغة واحدة، هي مثل العراق هو اللغة الكردية واللغة العربية هي اللغتين الرسميتين، وحتى في المحافظات التي فيها في تركمان، في كركوك مثلا هي اللغة الرسمية بالنسبة للتركمان في كركوك. نعم.
وبالنسبة لألمانيا ناخذ الجانب الضريبي في لألمانيا، الشترافة، الغرامة، كيفية التعامل مع الشركات الفيدرالية، مع الشركات، هو نستفاد من النظام الألماني يعني من جانب التعامل مع الشركات. هنا التعامل مع الشركات مع الأسف يعني تعامل ضعيف جدا، لا يرقى إلى التطور الفيدرالي الموجود في الدول الفيدرالية. الشركات تتهرب من دفع الضرائب للحكومة، الشركات أصبحت تملك المليارات والحكومات مدينة، حكومة الاتحادية مدينة في بغداد وحكومة أقليم كردستان مدينة، هذا خطأ. الحكومات يجب أن تكون أغنى من الشركات ومن الأحزاب حتى. نعم، ولكن في العراق أصبح العكس، الشركات والأحزاب أصبحوا أغنياء. والحكومات أصبحت مدينة. وهذا يعود إلى النظام الضريبي الذي يجب أن يكون لو كانت أقاليم. لو كان النظام الضريبي الفيدرالي الألماني معمول به في العراق لكان حالنا مثل ألمانيا في التعامل مع الشركات. وهذا هو يعني وهذه هي روح الفيدرالية. صحيح. من كل الجوانب. نعم. إذن يعني من كل ما ناقشناه في هذه الحلقة نلاحظ بأنه النظام الفيدرالي أو نظام الأقاليم هو أفضل للشعوب، فهل تختلف هذه الشعوب عن في الشرق عنها في الغرب؟ الشعوب هي نفس الشعوب، ولكن الأنظمة والجيران تختلف. مثلا جيران سويسرا هي النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أما جيران العراق هي تركيا وإيران وسوريا والكويت والسعودية. يعني حقيقة خاصة دول تتدخل يعني باسم الجيران ولكنها تتدخل في العراق بشكل سلبي وتحاول إضعاف العراق حتى هي تستفاد، وهذا هو يعني غير مقبول وأثر سلبي عليهم في المستقبل أيضا، لأن العراق الموحد القوي يكون عامل للتوازن في الشرق الأوسط، وليس إذا تهدم العراق الشرق الأوسط كله سيتهدم. نعم نعم نعم. يعني هذه كانت إجاباتك على التشكيل، كيفية تشكيل المحافظات، من هي المحافظات، عفوا تشكيل الأقاليم، من هي المحافظات التي لها الحق في تكوين الأقاليم وكيف يتم تشكيل الأقاليم؟ كل المحافظات لها الحق. نعم. في تشكيل الأقاليم، لا توجد محافظة مستثناة. نعم. بل وحتى إذا قضاء أصبحت محافظة في المستقبل رأسا تكتسب الحق أن تتحول إلى أقليم في المستقبل. يعني إذا قضاء تحول إلى محافظة في نفس اللحظة التي تتحول فيها إلى محافظة تكتسب الحق في أن تتحول إلى أقليم دستوريا. نعم، ولا يتم الاستفادة من كل هذه الحقوق الموجودة داخل الدستور العراقي ربما يعني عدم وجود ثقافة دستورية من قبل الكل، وإرادة سياسية، الثقافة الدستورية والقانونية والإدارة السياسية. نعم، في أن تكون هنالك دستور لكل أقليم. نعم. أقليم كردستان بلا دستور، مع العلم منح هذا الحق دستوريا لأقليم كردستان منذ سنة 2005. نعم، 16 سنة أقليم كردستان له الحق في أن يكون له دستور ومحكمة دستورية ولا توجد. نعم، لكن لم يمارس هذه الصلاحية. نعم، لكن الإرادة السياسية دائما تكون ضعيفة أمام الثقافة القانونية والدستورية للشعب، لأن الشعب هو الأقوى وهو الذي يكون الحكومة. المثقف الدستوري. نعم. والعالم الدستوري والأستاذ الجامعي هو صانع قرار. هو ليس متخذ قرار. نعم، نعم. هو يوفر البدائل. نعم. أما القائد السياسي والرئيس هو يختار بديل من كل البدائل المتوفرة والقابلة للتطبيق. نعم. يكون متخذ القرار هو. نعم. نعم. ونأمل أن يكون مشاهدينا أيضا قد استفادوا من كل هذه المعلومات وعرفوا أكثر عن كيفية تشكيل الأقاليم وما هي الأقاليم. إلى هنا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، نشكرك الأستاذ الدكتور عبد الرحمن زيباري الخبير القانوني في الدستور، شكرا جزيلا لحضرتك معنا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا لك، ونشكر أيضا مشاهدينا على المتابعة، على أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.